مرحبا بحلقة جديدة من شو تبي. موجودين في ميناء زايد بأبو ظبي. إحنا الساعة 6 الصبح، الجو بعده حلو، أكو شوية هواء، أكو نسمة هواء مثل ما يقولون. متوقعين درجات حرارة توصل إلى ولا شيء شباب، إن شاء الله إلى فوق 50. شنو رايحين نسوي؟ هذا رايحين نسوي صيد، صيد سمك مع القوارب. راح نتعرف طبعا على المشترك، راح نتعرف على الخبير، ولكن احنا ميناء زايد في ابو ظبي، الساعه 6 الصبح. ما شاء الله الناس قعدت من النوم، بدات تتحرك، بدا السوق ها يتحرك، قمنا نشوف الناس. وطبعا نسيت نظاراتي انا، شكرا شكرا. نتعرف على سعيد. سعيد هو مشتركنا، سعيد الزعابي من ابو ظبي. سعيد تفضل نتعرف عليك. شلونك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. مرتاح ان شاء الله. شلونك؟ الله يعافيك. وين سعيد راح يروح؟ ايش راح يسوي سعيد؟ الكاميرا لك. ان شاء الله نحن طالعين طبعا البحر، ان شاء الله راح اتعلم مهنه الصيد اللي صار لي زمان بتعلمها لكن بعرف كيف. ليش؟ ان شاء الله على ايدك. ليش تريد تتعلم الصيد؟ لان ليش ما اخذنا بهالحر هذا؟ ليش؟ لان انا اصلا طلعت البحر يمكن مره واحده ويا ربعي. زين. واول ما طلعنا قلت لهم رجعوني، يعني اللي يصيد واللي يسبح، وانا جالس جي يعني فاضي ما يا عندي مصطفى. شغل فاضي ما عندي شغل. اي هذا توفيق على فكره هذا الخبير، وينتظرنا القارب قاعد ينتظرنا. يلا عيال خلنا نلحق عليهم. زين. فاذا رحت ويا ربعك وما عرفت شلون تصيد وتريد ترجع لهم مره ثانيه؟ ابرجع لهم ان شاء الله. تريد ترجع لهم؟ قاعد ينتظرنا توفيق، نتعرف عليه وهو راح يرجعك عند الشباب. يلا تفضل. يلا يلا. يا خيب انا اروح اليوم على صيد السمك ونوي سعيد والله. مشان عيط لك مصطفى، انا عيط لك ابو سطيف. اولنا نقول له لمصطفى ابو سطيف، لانه بتحس كلمه ابو سطيف بتقرب الانسان او بتقرب مصطفى لنا اكثر ما انه نعيط له مصطفى. فكلمه ابو سطيف لها لحن ولها رونق حلو. سعيد كيفك؟ شو اخبارك؟ والله مشتاقين لكم. وهو حاب يتعلم يلعب لعبتك. خلص ونحن جاهزين. على ايديك ان شاء الله. يلا ان شاء الله كل شيء يصير تمام وعلى ذوقكم. وين راح نروح؟ وين راح تودينا؟ راح نروح على العنية مبدئيا على البحر المفتوح. ايوه ان شاء الله. في نقاط معينه معلمين على الجي بي اس، وان شاء الله نتوفق. رغم انه تاخرنا شوي، لازم كنا نروح شوي بدري. ايه بس ان شاء الله بنتوفق. ان شاء الله ان شاء الله خير. ان شاء الله. همور ان شاء الله ولا ممكن همور، ممكن شعري، ممكن سولي، حسب البحر يعني السمك. هاي هي انواع السمك اللي راح نشوفها مبدئيا. ايه وبعدين ممكن نعمل، بس نخلص ترولينج ممكن نحصل باراكودا، ممكن نحصل همور كبير. حسب بنشوف يعني، البحر مليان من السمك. الغداء موجود يعني ان شاء الله. ان شاء الله. منو راح يشوي؟ موجودين احنا بنشوي، كله جاهز، الشوي والاكل. يلا لا ان شاء الله نخلي سعيد هو اللي يصيد وهو اللي يشوي. خلاص وحتى حنطعمي سمك ناي كمان. يلا تمام. نتوكل احنا وين نتوكل؟ يلا في عندنا البوت موجود حتى نقدر نسير. تمام. لحتى ما نتاخر، لانه تاخرنا كثير. يلا توكل على الله. عاتك بدك تعذبنا يا ابو الصيف اليوم. لا والله تونا واصلين. يلا يلا ان شاء الله. تفضل. تفضلوا. Thank you.
مرحبا، انا اسمي توفيق حاوي، بشتغل باوتيل 1 تو 1. اليوم جايين برحله صيد مع الاخ سعيد والاخ مصطفى. هلا وصلنا نحن على المنطقه اللي هي دائما بنجي نتصيد فيها، فان شاء الله هلا يا اخ سعيد بنقدر نتصيد ويكون التأسيس عندنا ونحصل على سمك، ومنعلمك كمان طريقة كيف يحصل صيد السمك فيها. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، طبعاً معكم سعيد الزعابي من دولة الإمارات العربية المتحدة من مدينة أبوظبي. عمري 24 سنة، قررت فجأة أني أتعلم مهنة الصيد، وإن شاء الله سترون الصياد الماهر سعيد الزعابي. يلا القارب مو هادي طبعا، لا فينا نعتبره انه هادي لانه البحر كثير كويس اليوم ومساعدنا وكثير حلو مشان صيد السمك. هلا طبعا الاخ سعيد بشرح له على صيد السمك ان شاء الله. بدي شنو سناره؟ نبتدي اول شيء طبعا صيد السمك، اول شيء عندك عصبة صيد السمك. ايوه طبعا، يعني سعيد مثل اي شخص بيكون اول مره بيطلع على البحر وما عنده اي معلومه عن صيد السمك، فطبعا اول شيء لازم نعرفه كي شو الادوات اللي استعملها لصيد السمك، اللي هي اول شيء الفيشنج هوك. أيوة. اللي هي مصنوعة من الفايبر أو الكربون فايبر. بيرجع عندك الفايت اللي هو اللاين اللي هو مصنوع من البوليتلين. بيرجع في عنا طبعا الهوكس. أيوة. اللي هو الخطاط، اللي هو الخطاط أو نسميه باللغة الإماراتية الميدار. الميدار. بيرجع في عنا السينكر اللي هي من الرصاص، هي الثقيل اللي بياخذ الهوك لقعر البحر. ما شاء الله. بيرجع في عنا مكنة الصيد اللي هي الريل الشريل. وبيرجع بعدين فينا نستعمل الطعم اللي هو نستعمل نوعين تجميلا، او تستعمل الحبار واللي نسميه النجار. هذا الحبار. ايوه اللي هو سكويد. وفينا نستعمل الشريمبس او الروبيان. ما شاء الله. الجو طبعا كثير حلو اليوم، رطوبة كتير مقبولة، درجة الحرارة 30 تقريبا اللي هي ممكن منا مزعجة، والشمس منا حدة. بتأمل انه يكون نهار حلو ونتوفق ونحصل على سمك، وبنفس الوقت تكون رحلة حلوة لك وللأخ مصطفى كمان. شو رح نصيد؟ نحن مبدئيا حنصطاد السمك اللي معودين عليه، اللي هو الشعري، اللي هو الصولي، الجيش، واللي هو متوسط، اللي هو نستعمل دائما هالصنارة هيدي. وان شاء الله يساعدنا الحظ ونتوفق ان شاء الله. ناوي اليوم نطلع نصيد قرش ونصيد حوت؟ لا ان شاء الله. سعيد ما شاء الله. لا طبعا انا اتغدى غدوه حلوه، مرتبط بعوامل طبيعيه بالمد والجزر وعلى حسب القمر. طبعا في لها حسابات ودراسات معينه، تعرف اي متى اوقات معينه. شو هي الاوقات؟ يعني هي الاوقات عادة بس يكون في عندك في المد والجزر. ايوه عادة بس يكون في عندنا الجزر من نتوفق بصيد السمك اكثر، ووقت بيكون كمان القمر بدر كمان يكون عندنا الصيد.
بيرجع الصيد كثير مستحب وجه الصبح بدري قبل بدري الشمس لغاية افضل من العصر. لا العصر عند مغيب الشمس كمان كويس متوفق عند الشروق عند المغيب. عند الشروق عند المغيب هو انسب شيء لصيد السمك. طبعا هالايام هيدي لان الجو اصبح شوي الحراره زادت فالسمك يبتعد عن الشواطئ فيروح على الاعماق وتصير المياه بارده فيهرب السمك وضل نطلع سمك بس مش مثل ايام بيكون التأس او أنا بس عندي نصيحه للمشاهدين انه هو عاده خاصه يوم الجمعه ورا صلاه الظهر تنزل الكورنيش تتمشى ان كان كورنيش ابو ظبي بالشارجه ما شاء الله الشباب على طول ورا صلاه الظهر قاعدين فعلا هو توقيت غلط. لا لا ما فيك تعتبره توقيت غلط تطلع هونيك ولكن يكون عدد السمك اللي تشيله كثير قليل يعني كثير كثير قليل. انتظروا شويه للعصر. العصر اذا تروح العصر تحصل سمك اكثر. زين يعني نصلوا العصر وبعدين نروح. صحيح. فهلا يا اخ سعيد فينا نبتدئ؟ ايه طبعا اكيد يلا زين زين. فهيدي طبعا نمسك الصنارة بالشكل ونعمل ريليس للخيط بالشكل هيدا ونترك ينزل لحين ما نحس انه التقال او السنكر ضرب بقعر البحر. الحين السنكر يوصل لحد الاخر ما شاء الله؟ نعم يوصل لحد الاخر. نحن هون على غمق حوالي 14 متر فاذا حظنا منيح هلا نيجي ممكن نحصل سمك ان شاء الله. فرجيني يعني بالفعل كيف يمسك الصنارة كيف يحط الطعم وكيف لازم بس يرمي الهوك بالبحر لازم ينتظر حتى التقال يلامس القعر تبع البحر وبس يلامس قعر البحر فهمناه يعني مجرد السمك يجي تتاكل الطعم فحتشد شوي الصنارة فيجذبه بالصنارة لإله وبعدين يبتدأ يسحبها على مهل. طبعا هلا نيجي الوقت يعني اصبح شوي الجو حر والوقت يعني قرب من الساعة العاشرة اللي هي نحن عادة بس تصير الساعة 9:30 10 يوقف السمك. بعدين عندنا شغلة عم نلاحظها انه الطيار بقعر البحر كثير قوي لذلك عم بتشوف الخيط ما عم يثبت تحت. اذا ما ثبت التقال بكعب البحر فصيد السمك يكون في صعوبه. عاده سي توفيق الكميه كم مثلا باليوم انت لما تطلع الصبح الفجر مثلا؟ والله نطلع ايام انت بس بوحدك مثلا كم سمكه تقدر تطلع؟ يعني فيك تقول لما نطلع معدل الواحد نطلع حوالي 15 كيلو 10 كيلو بين 10 و 20 كيلو كمية. فنطلع نحن انا وابن عمي يعني نصطاد نجيب 60-70 كيلو ايام نتوفق نحصل فوق 100-120 كيلو ما شاء الله السمك. ما شاء الله. حبيت اتعلم الصيد ربعي كل اسبوع يطلعون انا طلعت وياهم مره واحده انزين وما وقلت لهم رجعوني اللي يسبح واللي يصيد وانا جالس في الطراد فالحمد لله جت الفرصة وقررت أن أتعلم والأستاذ توفيق ما قصر علمنا كيف نصيد بالصنارة وعطانا معلومات وايد حلوة إن شاء الله نستفيد منها وأزيدك من الشعر بيت بعد حصلت رخصة صيد. إحنا نريد أهم شيء اليوم نشوي حتشوي لح نشوي ولح ناكل سمك ني كمان ني بعد خلي سعيد على ني خلاص سعيد سمك الني كتير طيب خلاص. ايوه السوشي بالضبط. زين استاذ توفيق في سمكه اسمها سلطان ابراهيم. السلطان ابراهيم ليش سموه سلطان ابراهيم ما سموه مثلا سعيد الزعابي؟ والله هيدي ما اعرف ليش سموها. ليش؟ هون في سلطان ابراهيم نطلع مرات بس قليل جدا قليل جدا اكثر انواع السمك هون هي الشعري الصولي. بصورة شخصية أنت أحلى أطيب سمكة عندك؟ أنا بالنسبة لي أفضل السمكة الشعري لأن بس تقليها كتير كتير طيبة وخفيفة بعدين على المعدة ولا؟ لا ما مش إنه خفيفة لأن بتعرف الأكل المثل بيقول البوس على ذوق الناس والبول على ذوقك. طبعا أحب السمك المشواي أكثر مع بناكله نحن في البيت مع الرز الأبيض والسمن وشوية ليمون وشطة وسلطة وحبذا لو كان في بصل
يمكن انا مثلا سمكه الشعري كثير بحبها، غير ناس ما يحبوا ياكلوا سمك، الناس كثير لها تروح لك الهامور. اذواق يعني بترجع هيدي ذوق. صح صحيح. الله سعيد بلش سعيد ما شيء توازن بس كان في دوخة بسيطة على القارب بس ما طولت يعني 5 دقائق، شربت عصير وبعدها الحمد لله ما حسيت بأي شيء، كنت مرتاح. سعيد انت شايف الصياد الصغير شفته؟ ايه طبعا شفته؟ يتعلق بصبوعه ويصيد ما يطيح. فرج كرتون ممكن اسويها انا استاذ توفيق بالتدريب يعني؟ اتعلق باسبوعي ووسيط هيدي ما عندي فكره عنها ما تعرف لها هيدي ما اعرف عنها. حظنا شو وين حظنا؟ ممكن نحرك البوت نروح على نقطه ثانيه ممكن نتوقف على ما يبدو انه نحن هلا البوت الحاله تسيف عن النقطه المعينه اللي نحن مصطاد فيها لانه الطيار قوي فالبوت عم يمشي بسرعه مبين واضح بس السناره قاعده تروح هناك الحبل فعلى ما يبدو انه احنا ابتعدنا عن منطقه اللي هي المرعى لانه حد ما في مرعى هو تحصل سمك. هلا نحن وقت اللي وصلنا طبعا حاولت انا اني زدت الصناره وطبعا الخبره بتلعب دور مهم بصيد السمك فزدتنا الصناره والحمد لله كنا عم نصطاد وبعدين حبينا نعلم سعيد يعني اول شيء خليناه يشوف كيف طريقه صيد السمك بس طبعا اذا انسان بعد منه عنده خبره لصيد السمك ما راح من اول مشوار او اول ما يمسك الصناره ويزتها حيطلع السمك. فهلا على ما يبدو يا سعيد انه هيدي النقطه ابتعدنا عن مرعى السمك فاحنا نحاول الاني نرجع نمشي حوالي 5 دقائق 10 دقائق بالبوط على المنطقه اللي هي فيها المرعى لحتى نصطاد من يلا الأسعار. يلا ان شاء الله يمكن الله كريم يمكن نلاقي شيء يلا يلا الشمس منا حدي حلوة الغبو اللي موجود الغبار الغبار مانع حرارة الشمس وين تودي السمك؟ ناخد السمك طبعا في عنا بالبوت أكواريوم نحط قسم من السمك في الأكواريوم وبعدين ننقله من البوت لأوتيل الوان تو وان عنا مطعم سمك نحط هالسمك بالأكواريوم وفي ناس كتير تجي تستحلي تاكل السمك طازة يعني تقول لك بدي السمكة هيدي فيسحبوا لي اياها من المي ودغري يعملوها يعني نروح احنا اليوم نتغدى بالون تو ون خلص بالون تو ون نختار السمكه و صحيح تمام الاكل ذوق الاكل ذوق يعني انا احب السوشي فاعتقد راح اقدر اكل صحيح هلا في ناس مثلا بيقول لك ايه سمك طيب يا اخي تعال ما تقول له هيدي سمك ني حط له اياه بكلها يمكن يستطعم لك اوه شيء طيب كله سوشي حط له هيدي سمك ني يقول لك ايه خلاص مثل كب ني كب ني العصب ني سعيد هلا نجي طبعا حطيت لك الطعم بالهوت تمسك هلا نجي القصبي بهالشكل هيدا من هني ايوه ومن هون حط ايدك ايوه هلا نجي نعمل ريليس لها بهالشكل هيدا وبنترك تنزل لحين ما نحس انه وصلت العمق وصلت العمق هي حتثبت بالعمق تمام بس تثبت بالعمق فنعمل لها نحن هيك هلا انت حتها شوفها ايوه إيه. حتشدها هيك ايه اجت السمكة علقت عندك سمكة هلا افتحها من هون اسحبها هيك هلا ها اوكي اسحب سعيد اسحب سعيد ايوه شجعني اسحب شجع يمكن يطلع شيء
بنتغدى بنتغدى اليوم. يلا يا سعد. بنتغدى. اسحب اسحب. مشوي ولا مقلي؟ مقلي. مقلي ها؟ يلا يا سعيد. آه. شوف. شو راس بس. آه ليش طلع راس؟ في عنا هلا. في عنا باراكودا. آه. في عنا سمك الباراكودا. راحت علينا الباراكودا. فسمك الباراكودا اكل السمكه هيدي. هيدا حظنا منيح هلا اذا عملنا ترول اللي بعد شوي ممكن ان نحصل سمك باراكودا. باراكودا اه باراكودا كبير ها؟ ايه الباراكودا كبير يعني بيجي من 8 كيلو وطلوع. ما شاء الله. شوف يعني كيف حظنا. ايه انا حسيت فيها ثقيله. صحيح. ايه. طبعا فريت السناره وتريا تريا لقيت ثقل يعني شيء يشدني. قلت يا سلام هني الدنيا ياك الرزق. كان اير السناره وطلعت سمكه مقطوع راسها. يعني هاي اول تجربه يعني ما 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 كانت الفرحه اللي هي بس الحمد لله على كل حال. فالباراكودا ياكل على طول السمكه من هون ونزول يعني الراس يتركه. آه. فعندنا نحن طبعا سنانير وعندنا ارتفيشال طعومه صناعيه نزتها خصوصي للباراكودا ولكن نحتاج للخيط يكون هالفائق المسافي هيدي يكون ستينلس ستيل حديد لحتى ما يقطعها. طبعا هيدا منواجه بس يكون في عنا عم نصيد سمك في مواسم بيكون في سمك الباراكودا فمنواجه عده مرات انه بيكون في عديد من سمك الباراكودا فبياكل السمكه اللي نحن عم نصطادها. فوقت المنواجه بيكون في سمك الباراكودا بنضطر نغير الطعم وبنضطر نحط الهوك ونعلقه بستينلس ستيل لحتى نقدر نكمش الباراكودا بدون ما تؤدي الى قطع الخيط ونسحبه لانه مشكله الباراكودا. بس والله اول مره اكتشف ان صيد السمك ممتع يا اخي. يلا ها هلا والله حلو. يلا يا سعيد ها توكلنا على الله. ها هلا نفس الشيء بس تحس انه عم تسحب بتشد آه شوي بس ما سحبت بس خفيف ايه بتخليها بعملنا دقه بالارض معك آه. مزبوط بعد اشتاق آه. ايوه ها آه. بعد لحظه لا ان شاء الله اه شويه تسحب اشوفها تحسها ايه بدك انت مجرد حسيت انه عم بتشد بدك انت على طول ها ايوه يلا بلكي طلعت لك حوريه ربيان يمكن حوريه ما ربيان ما يطلع باراكودا باراكودا ان شاء الله يلا يا سعيد لا ما عندك شيء يا سعيد هي بيظهر انه حاولت السمكة ولكن ما كاميرا خفية هو بالحقيقة أي إنسان مثل سعيد مثلا أو غير سعيد يعني وقت اللي بيزت الصنارة وبيشوف أنه ما طلع له سمكة ما لح يزعل بس لح يحس حاله أنه منه مرتاح. فأول ما زت أول مرة وما شال السمكة وقلنا له لازم بس يحس أنه السمكة عم بتحاول شد الطعم يجذب الصنارة لفوق. بترمي وقت بتكون انت على الشط بترميها بعيد لانه حتى ما تشطت فبترميها لبعيد. ايوه هلا عم بقرا من كم يوم بالانترنت مكتشفين طعومه الكترونيك بحطوها يقولوا انه تجذب السمكه ما انك مضطر تحطها لا حبار ولا روبيان. قريتها بالانترنت بس ما بعد طبعا ما نزلت يعني بعد عم بيقولوا ابتدأوا فيها. توفيق طبعا استاذ وخبير في مجال الصيد وانا شخصيا استفدت منه كثير في كيفية الصيد وكيفية مسك السنارة وكيف احط الطعم وكيف ارمي السنارة. بس الصيد والبحر يباله صبر. طبعا اول شيء صيد السمك بده طولة البال. ايه. ما في شك يعني. صح. ما
بده إنسان يكون صبور، بس بنفس الوقت هو رياحة نفسية. يعني نحن بتشتغل كل الأسبوع وتطلع ساعتين ثلاثة البحر تستمتع بس peace of mind. يعني كله طلع من بحر بتحس رياحة جسدية ونفسية. المنظر يعني تشوف كل شيء حواليك الأزرق صحيح، بتسمع صوت الموج صوت البحر. شو يا سعيد ما عم تنود؟ الحالة تسيفة. لا 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 يا سعيد. طيب اسحب ونرجع نرمي يلا. نسحب؟ يلا يمكن نسحب ونرمي. الشمس اليوم مساعدنا انه فيها الغضو. يلا شو يا سعيد؟ شوف انا بس خفيف يعني. هلا بيكون السمك حجمه صغير ممكن. الهوكس اللي نحن حاطينهم شوي وسط. اذا في سمك صغير ما يعلق فيه. ما يعلق ايه. مضطر ساعتها اذا كان حسينا انه في سمك كتير صغير مضطرين نركب هوك صغير. والطعم اللي نحطه ما نحط الطعم شوي كبير، نحط طعم صغير. فساعتها أيوه. السمك الصغير يطلع نحصله. ولكن بنحط الوسط فيك تحصل السمك الصغير والسمك الكبير. طبعا بيرجع على حسب خبرة الإنسان بصيد السمك، يعني كيف يسحب الصنارة لحتى لو سمك صغير يقدر يكمشه. أعزائي المشاهدين مع أمور يا سعيد بعد الفاصل. يا أخي بنحط سمكه من اللي صدناها وبنطلعها. والله عشان يمشي الحال. سعيد ايوه انت لازم اليوم تصطاد حتى الساعة 10 الساعة 11 خلص السمك. انا لازم اتغدى سمك اليوم. مصطفى بس يقول لك في معلومة ان بعد العشرة السمك كله يشرد من الشمس الحارقة. سيد توفيق انت اشتري صحيح. فشو الحل استاذ توفيق؟ يعني انا خاطري كأول مرة اصطاد يعني شيء يكون يعني ادخل البيت بهامور بشعري اقول حق الوالدة ها يودي سوي لنا غدا اليوم. كان بودنا بس لو انه جينا شوي بدري. بس هلا كونه تأخر الوقت ما عاد يساعدنا. انه نحصل على ان شاء الله. لازم بس سمك. لازم سعيد يطلع. بس هلا نشوف يا سعيد. نجرب يعني؟ هلا نرجع نجرب نوقف يلا نيجي بمنطقة تاني ونحاول ان شاء الله نطلع سمك. لا يأس مع الحياة. ايوه صحيح. ولا حياة مع اليأس. ما في شك. يلا يلا الحين بنصيد ان شاء الله بعد العشرة. يلا دورك. انا اتحداك يا مصطفى. والله انا يا ريت اتحداك بس اذا صدت بعد العشرة السمك اللي بطلعها ما بتتغدى منها. ها ايوه لانك انت قلت لي يعني حظك نحس. قلبك يخليك مثلا تخليني انا قاعد ساكت الغدا. ايوه ونغايضك وشيها خلاص. انا وين الدين وين الصداقه بنفكر في الموضوع انا واستاذ توفيق. المهم طلعها. تفضل يلا. يا الله يا رب. يلا سمي بسم الله شوي هيك. ايوه ان شاء الله يكون صيد سديد. ان شاء الله تكون سمته كبيره. ها يلا اسحب اسحب. شوف اوه في ان شاء الله ان شاء الله. يلا 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 يا سعيد بنتغدى اليوم. اسحب اسحب اسحب. ما في ما في يلا تمويه تدريب تدريب تدريب. خليها هيك شوي. ايوه هو لازم يسحب لما يحس بشيء. هي بس تحس انت خليها تنزل لتحت هيك شوي. ايوه تعال
لازم تسنانك. اول شيء حتى تركب. يلا شده شد شد شد. وين خفت؟ شوف. يلا ان شاء الله. الله يا سعيد. والله هي شوي ثقيله هي. يلا يا سعيد. ايوه شجع شجع مصطفى. يلا يا سعيد. لك باراكودا، شوف باراكودا. باراكودا الله. الله باراكودا. وين الباراكودا؟ كان بيلحقها. لحق الباراكودا، شوف وين كان بي... شوف قطعها. شوف وين قطعها. يا شوف الدم. والدم يتصبب. كان الباراكودا هون وصل حده. ليك. شفته شفته ايه وياي شفته انا. شفت كيف عطل السمكة؟ يعني حتى يوم بنتغدى سمكة. شوف الدم شوف الدم. سمكة مصابة. يلا نرجعها ولا خلاص؟ لا خلاص خلاص. بس هاي في هالحالة خلاص ما بتتعمل أكل. تتاكل؟ نعم. يلا بعد الطعم كمان. ذيل بروحه ول... يلا. توكل على الله. يلا ارجع يلا يا سعيد. إيه بس طلعنا باراكودا. بس الباراكودا بدها تطلع مع سمكة صغيرة عادي بالصنارة؟ ممكن بس هيدا الحجم ما يطلع بهي الصنارة. هيدا الحجم انا حسيت فيها ثقيلة. ايه هيدا الحجم ما يطلع معنا. التجربة الثانية طال عمرك نفس الشيء بعد. فرينا شلينا السمك المقطوع راسه والطعم بعد موجود. مقطوع راسه بتاكل طعم. كان نفر بعد ونتريا ونتريا وسحبنا ووحدة معضوضة يعني جسمها مقصوص بعد والدم يصبب يعني فسألت أستاذ توفيق ينفع هاي ناكلها؟ قال لي إيه ينفع يعني ما في مشكلة تنشوي تنقلي اللي تبونه وإن شاء الله نعزمك فيها يا مصطفى المقطوعة هاي. ها يلا شد 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 اسحب شد سعيد تقلق إيه تقلق يلا يا سعيد باراكودا يلا يا سعيد إيه ما نفرنا منطقة باراكودا نستعمل نحطها هيك سعيد صار لك يلا 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 روح 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 سعيد وياك وياك بعد شو قرب يا سعيد روح كثير يا راحت لا لا راحت أعتقد انقصة شوفوا باراكوبا سمكة كبيرة كبيرة انقص الخيط يعني ويا الطعم سمكة كثير حجمها كبير فوق 10 كيلو أخذت الهوك وكل شيء أشوف أنا شويتني إصابة على كل نستعمل صنارة من وزن نستعمل صنارة من وزن السمك ولا شو رأيك؟ خفيفة يعني خفيف فرجيني شوي شوف لحظة لا ما في ما في ها ممكن سمكة صغيرة يعني ممكن انت تلاحظها شوف عم بتشد هي وحش بدك انت تشد هيك دغري لحتى تعلى شو ولا ان شاء الله يلا يا سعيد بدنا نغدي مصطفى اليوم نغدي ابو سطيف لا صارت حار وعطشنا ايوه في سمكه سعيد. يا سعيد شوف 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 سعيد جيب لك سمكتين مش سمكه شفت, شفت. شفت يا ابو سطيف الله الصغيره حقك ها لا تقول ما غديناك ما شيء صفقه مصطفى شيء تحمسني صفقه صفقه لعيون سعيد ايوه بالنسبه لصيد السمك
انا بحبز انه كل انسان يروح يصيد صيد السمك وخاصه بالامارات، لانه اول شيء هي رياحه نفسيه. فطبعا الكل بيشتغل كل الاسبوع وما عنده الا يوم الجمعه هو يوم الراحه، فبيقدر الصبح يطلع على صيد السمك. اول شيء بيعطيه رياحه نفسيه، ولكن صيد البحر لازم يكون الانسان صبور، لانه بده يصبر لحتى يقدر يحصل على السمك. بالاضافه الى انه الوقايه لازمه جدا جدا، وخاصه بهالايام هيدي، سواء من اشعه الشمس اللي هي بتؤدي الى سرطانات طبعا للجلد، وبنفس الوقت لازم يلبس نظارات واقيه للشمس اللي هي اليو في. وبعدين في الاشياء الثانيه للسلامه اللي هي السيفتي جاكيت اللي هي لازم يكون، بالاضافه الى انه لازم ياخذ معه العديد من المي والفواكه لحتى يعوض الاملاح اللي بيفقدها الجسم من حراره ورطوبه الجو. سعيد، على ما يبدو انه هلا الصيد اصبح كثير قليل. صعب. والحمد لله صيدنا كم سمكه حلوين لعيونك هودي كمبتدئ، لعيون ابو سطيف. بنغدي ابو سطيف اليوم. لا لا اكيد بنغذيه اصغر سمكه حقه. هلا شو بنقعد كنا وكنا نغذي. ايوه هلا شو رح نعمل؟ رح نوقف صيد الصناره وحنستعمل صيد الترولينج. فهذا لازم تكون ماشين، لازم طبعا القارب يمشي بسرعه بين 9 كيلو نط وال 15 كيلو نط، اللي هو فينا نقول بين 8 وال 15 كيلومتر بير اور، وان شاء الله نتوفق ونحصل سمك كبير ان شاء الله. نطلع شيء ساعتها من طعميه مقلي ومن طعميه ني ومن طعميه مشوي لابو سطيف، كل الانواع كل الانواع. يستاهل مصطفى، اذا طلعنا شيء كبير بنقدر نعمل برياني. برياني سمك بتنط اليوم خلاص. يلا ان شاء الله. يلا ها اوكي، هلا نصير فينا نضب ونجهز الترولي، صنارة الترولي لحتى اسحب. استاذ توفيق لا خليها بس على بتروح مسافه منيحه. هلا ها هون في هيدا بنعملها هيك، اذا علقت سمكه تسحب بتحسها تسمع الصوت. الترولي بدها جلد كبير، انتو حظك. يلا ان شاء الله سعيد. ان شاء الله تفاعلوا خيرا تجدوه. عادة ايديك بدو تلاحظ في له هودي تبع الترولي، شفتوا بتحطها وبتتركها. خلص تتركها لوحدها، بس تعلق السمكة بتحسها بتعرف انه علق عندك سمكة. انه نرجع على ابو ظبي، فطبعا حاولنا نصطاد بطريقه الترولينج. حطينا الترولينج حوالي ربع ساعه لثلث ساعه، من حظنا انه ما اصطدنا لانه منه موسم الترولينج، والوقت اللي نحن حوالي 10:30 11 ما نعود نحصل سواء سمك او حتى بالترولينج. فالمي اصبحت هلانيه شوي دافيه، فالسمك الكبير
من حيث المبدأ يروح غميق بالبحر، فلذلك من حظنا وحظكم أنه ما علقنا ولا سمكة اللي كنا متمنين أنه نشوفها كبيرة. فإن شاء الله الأسبوع القادم بيكون لنا حظ ونتوفق. والله اليوم على ما يبدو ما توفقنا بالسلعد أو بالقراكودا، يعني هذه المنطقة اللي كنا فيها هي المنطقة اللي دائما نصطاد فيها بالترولي، فقطعناها ما في نصيب. يلا الله كريم، الله كريم، رزق. المشوار الثاني عليك خير. لنطلع ثاني ان شاء الله مع الاستاذ توفيق. يلا اهلا وسهلا يا سعيد، بدنا نصير تعرف مزبوط الصياد سمك ان شاء الله، بدنا ناكل سمك من ايديك سير ان شاء الله. يلا عندنا احنا كالحبة. ايه زين، يسدن الجوع. ايوه يلا ها. الحمد لله انا استانست وايد في هالطلعه، وان شاء الله اكررها المرات الجايه. اذا مش ويا ربعي راح اتصل الحين قدامكم، باخذ رقم مصطفى وبتصل فيه وبتصل في استاذ توفيق وبنطلع مع بعض ان شاء الله، بس من غير الكاميرا طبعا. ما قصرتوا ابدا استاذ توفيق، اهلا وسهلا فيكم. من كان القارب، من 1 تو 1، من خبرتك، من نصايحك. تسلم تسلم. مهمنا اهم شيء الاخ سعيد يكون صار عنده هذا. اهم شيء بالموضوع سعيد، تعلمت ولا لا؟ الحمد لله تعلمت، وان شاء الله المرات الجايه اطلع مع ربعي ونطلع بعد نكرر الروحه مع الاستاذ توفيق ان شاء الله. يلا عليك خير الاسبوع القادم يوم الجمعه نطلع نحن صيد البحر كل اسبوع، ناخذ الاخ سعيد معنا. اهم شيء تجيب لنا هاي البطيخه، نفس البطيخه. نفس احنا ورا الكاميرات كنا بطيخ بارد ما حد شافه. اوه شفت ما برد برد القلب. اي والله بردت على قلبنا. شكرا شكرا سعيد، شكرا سيد، شكرا لكم، شكرا لتلفزيون دي ام ولتشريفكم معنا، وكانت فرصه كثير كثير حلوه نتعرف على الشباب الطيب والله الحلوة. احنا الاسعد، احنا الاسعد، ولازم نعيدها ان شاء الله. لازم نعيدها، نحن جاهزين لازم. اي فتره اللي بتردوها نحن جاهزين، وانا جاهز، بس على شرط انه يطبخ لي سمك. بدنا سعيد طبيعي، وبدنا المره الثانيه يطبخ لنا سعيد ان شاء الله. اذا مو بسمك ذبيحه طال عمرك. ذبيحه مره واحده ذبيحه على الطريقه الخليجيه. وعلى الطريقه الخليجيه. شكرا وفي امان الله، ولازم نتلاقى. طيب شكرا، حياك الله. هذه كانت حلقتنا مشاهدينا. طبعا نشكر سيد توفيق وسعيد. سعيد علم قال راح يطلع مره ثانيه يوم الجمعه ويا سيد توفيق بالقارب، ونقول له مبروك. راح يقوم يطلع ويا اصحابه طبعا، راح يقوم يصيد وياهم، وحتى يمكن يعرف اشياء اكثر منهم. فريق شو تبي دنيا حاره، خلاص الساعه 12 الظهر احنا قاعدين نذوب زين. فبس اقول شكرا مره ثانيه لسيد توفيق الرحله الجميله هذه، وطبعا 1 تو 1 اللي هم نظموا كل شيء. نشكر 1 تو 1 هوتيلز في ابو ظبي، وانا متاكد انه راح اروح عندكم شباب اوكي، وراح اكل السمك لانه السمك هذا كله رايح على 1 تو 1. مشاهدينا شكرا على المتابعه، مغامره ثانيه مع شو تبي، نشوفكم مره ثانيه. باي باي.